就是去给他打电话，去给他打电话。الحكم كان إبطال العقد المبرم بين مؤسسة الخبر ومؤسسة نسبروت وتحميل الأطراف المدعى عليها بالمصاريف القضائية. بعد ما نخرجوا الحكم هذا سنبلغه للأطراف الأخرى، وهذه الأطراف عندما نبلغه لهم راح تكون عندهم مهلة للتنفيذ. المفروض أن تطبيق الحكم يعني إعادة الأمور إلى ما قبل إبرام العقد، هذا هو المفروض. يعني الملكية التي انتقلت بالعقد إلى السيد إسعد ربراب راهي باطلة وما عادش يملك هذا المؤسسة وتعود إلى مالكيها الأولين الأساسيين الأصليين. الزرائد اللي ما عندهمش أعذار، اللي ما عندهمش الآخر، هم يتغلقوا بينسير، ما عندكش رخصة دير نشاط نتاعي بلا رخصة.